سبور إكسبريس، الملعب التونسي طالب كل من الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة ببرمجة مباريات الجولة الأخيرة من البلايوف في نفس اليوم وفي نفس التوقيت، بما أن عدد من الفرق اللي تلعب الجولة هذه ما زالت معنية بالترشح لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف. نذكر أنه آخر جولة من البلايوف مبرمج أنها تقام على زوز دفعات، نهار الأربعاء 19 جوان 5:30 متاع العشية، زوز مباريات في راد ساوي كلو. النادي الإفريقي يستقبل النجم الساحلي، وفي بن جنات الاتحاد المنستيري يواجه الملعب التونسي. الجولة هذه تستكمل نهار الخميس 20 جوان بمباراة النادي الصفاقسي والترجي الرياضي 5:30 في الطيب المهيري. نواصل مع الملعب التونسي اللي من المنتظر انه يراسل جامعة كرة القدم للمطالبة بتعيين طاقم تحكيم اجنبي لمباراة الفريق ضد النجم الساحلي نهار الاحد 23 جوان لحساب ربع نهائي كأس تونس. هيئة البقلاوة باش تعلم كذلك الجامعة رفضها لخوض المباراة في صورة عدم تعيين طاقم تحكيم اجنبي. فخر الدين قلبي مدرب مستقبل سليمان انسحب من تدريب الفريق بسبب ما سماه الأحداث الاختيرة لسبقة مباراة نجم المتلوي والمتمثلة في عدم حصول الملاعبية على مستحقاتهم، الشيء اللي أثر على تركيزهم في المباراة. إدارة مستقبل سليمان اتفقت مع المدرب محمد التلمساني لتعويض فخر الدين قلبي وقيادة الفريق في مباراة باراج البقاء في الرابطة الأولى ضد مستقبل المرسى. التنس، أنس جابر حافظت على المركز العاشر في التصنيف الجديد لمحترفات التنس اللي صدر اليوم الاثنين. نذكروا أن البطلة التونسية تبدأ غدوة مشاركتها في بطولة برلين ذات 500 نقطة بمواجهة الصينية وانغ جزينيو المصنفة 40 عالميا. جابر عندها ذكريات ممتازة في دورة برلين بما أنه سبق لها التتويج بها سنة 2022. نواصل مع الرياضات الفردية. السباح التونسي أحمد الجوادي اللي ضمن مشاركته في أولمبياد باريس فاز اليوم بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر سباحة حرة ضمن منافسات البطولة الفرنسية. ذهبية الجوادي جت في توقيت 3 دقائق 46 ثانية و10 أجزاء بالمئة. نمشيو لليورو، ثم ماتش تلعب حاليا بين رومانيا وأوكرانيا لحساب الجولة الأولى من المجموعة الرابعة. النتيجة 0-0 في 7 دقائق لعب. الخمسة متاع العشية لحساب نفس المجموعة بلجيكيا تواجه سلوفاكيا، وآخر مباراة اليوم فرنسا النمسا، ماتش يبدأ 8 متاع الليل لحساب المجموعة الخامسة. نختم بأخبار الميركاتو. إشبيليا الإسباني أعلن اليوم أنه سيرجيو راموس قرر مغادرة الفريق بعد سيزون فقط من رجوعه لفريقه الأم وين لعب 37 مباراة وسجل 7 أهداف. صحيفة ماركا الإسبانية حكيت على زوز وجهات محتملة لراموس، الأولى في النصر السعودي والثانية في أحد أندية الدوري الأمريكي. الأكيد أنه إشبيليا هي آخر محطة أوروبية لأسطورة ريال مدريد والمنتخب الإسباني. النشرة هذه وكل أخبارنا الرياضية تلقاها على السيت mozaikafm.net.